بعد موسم حافل لم يبح بكامل أسراره إلا في 90 دقيقة الأخيرة من عمر الدوري المغربي لكرة القدم، أعاد المغرب التطواني رسم ملامح البطولة والدرع إلى خزائنه من جديد، وأعاد معه فرحة مستحقة انتظرتها مدينة تطوان. الحمد لله، الفرحة الكبيرة، ومن عند نهاية المباراة فكان الفرحة كبيرة اللي ما نقدرش نوصفها لك. فأي واحد كيحلم أنه يكون في هذاك الوقت وهذاك المكان، فما نقدرش نعبر لك على ديك الفرحة. حنايا فرحانين دابا، فرحانين بالفرحة ديال هذا الجمهور ديالنا اللي ساندنا منذ بداية ديال البطولة. سي فغي كانوا عندنا في واحد الوقيته كانوا عندنا نتائج اللي ما كانتش مزيانة، بقاو معنا وساندونا والحمد لله ربي ما خيبناش وحققنا المبتغى ديالنا هو لقب البطوله. وفي موسم هجرة اللقب إلى الشمال حيث عروس البحر الأبيض المتوسط، فتحت تطوان الأحضان واحتفت بفرسانها المتوجين في مشهد أعاد ذكريات جميلة رسمت قبل سنتين حين توج المغرب التطواني بأول لقب. حرص الدوري تحول إلى احتفالات اقتسمها اللاعبون وجماهير أصرت على رد التحية. التتويج هذا هو منصف للفريق ديالنا، لان الفريق المغربي التطواني فريق اللي هو كيعتمد اولا على المدرسه ديالو، على الشبان ديالو، وهذا عطاء اكل، لان في ظرف 3 سنوات كنحرزوا على البطوله لمرتين. للمره الثانيه يخلد المغرب التطواني ملحمه الفوز بلقب الدوري، لكنها هذه المرة جاءت بطعم خاص لأنها ستقود الفريق إلى مجد المونديال 2. محمود بنباري، العربية، تطوان، شمالي المغرب.